السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مشروع الرياحين جي اش واحد هو اللي كيتبنا الاخوان، اللهم بارك. وصلنا الار بلس ان وداخلين في الار بلس دو، تبارك الله ما شاء الله، الاشغال على قدم وساق. اللي كنبغي ناكد عليها الخوت، وحنا الان كنتواجدوا في مشروع الرياحين جي اش دو. جي اش دو هي اللي كتشوفوا معنا في الصورة، وكنشوفوا الاشغال متواصلة للناس ديال الاتصالات، ناس ديال الويفي، ناس ديال بعض الروتوشات في الجنبات. فكنبغي نقول لكم اللهم يسر الله يسخر الامور. هنا الجي اش دو راه بدا التسليم ديال الشقق، وفي جي اش 5 مشروع الرياحين السيكتور 5 والسيكتور 2 بدا فيهم تسليم الشقق. وكما كتشوفوا هنا الماكن، الناس راه ركبوا الماكن ديالهم، المسائل ديالهم هنا، الاشغال متواصله، وكنشوفوا امور اللي هي مهمه هنايا وسط المشروع. هنا العمارة رقم 47 اللي كتأكد لنا أن السيكتور 2 كيتكون من 47 عمارة، ما يعادل تقريبا واحد 1200 أسرة. فكنهضر واحد الرقم اللي هو مهم. هاد الأرض هنا خاوية، ومن حداها الياسمين من الهيه. هنا كما كتشوفوا معنا رقم 1 حتى 8 حتى 9 كنظن، 8 ولا 9 الواحد كيبدا من جهة ميموزة. هنا الظهر ديال ميموزة كما كتشوفوا معنا الإخوان، العملية ديال تسليم الشقق متواصلة، الأمور الحمد لله غادية بالتدريج، أمور غادية دقة دقة. فنتمنى من الله الخير والتيسير للجميع. هنا كتشوفوا معنا كذلك، غادي ندخلوا معكم اللي من هنايا وغادي نشوفوا الأمور هنا كيفاش دايرة. هادو الناس ديال أورانج، هانتوما الإخوان، داكشي ديال الكونيكسيو هذا، فالأمور غادي تكون مزيانة إن شاء الله يكون على خير. فكما كتشوفوا معنا متشبعين الكرام، الناس ديال أورانج راهم خدامين. فالعملية ديال تسليم الشقق تستمر بالتدريج، وان شاء الله احتمال كبير ان شاء الله باذن الله مع دخول شهر سبعة غنشوفوا عملية تسليم كبيرة. غنبداو نشوفوا 40 عائلة، 50 عائلة، 100 عائلة في النهار بين المشاريع الاربعة. كنهضروا على الرياحين جي اش 2، جي اش 5، جي اش 6، كنهضروا على مشروع البساتين اللي باقي فيه التسليم، كنهضروا على مشروع ميموزا، كنهضروا على مشروع الفردوس، يعني مجموعة من المشاريع الخاصة بقاطين دور الصفيح بمدينة تمارة والسخيرات. هنا العمارة 26، العمارة 27، العمارة 30، 31، يعني اللي جاو هنا في الجنبات في انتظار ان شاء الله خويا عباس تا هو ياخذ السويرشات ديالو. وهذه رسالة للنوطير اللي مكلف، الله يجازيكم بخير، خفوا معنا شوية، الله يجازيكم بخير. رحنا كنتسناو إن شاء الله باش الناس تفرح بالسويرشات ديالها، ورا الناس فرحانة الحمد لله، راه اللي كيشد السويرشات ديالو القلب ديالو كيطمئن في انتظار إن شاء الله الفرحة تكمل. فخرجنا من السيكتور 2 وغادي نطلعوا من هنا لقدام. هذا السيكتور 3 الإخوان اللي في اليسار ديالنا، الناس اللي كيسولونا على السيكتور 3 والشقق ديال السيكتور 3. راه كنبغي نصور الإخوان الشقق كاملين، راه ما نكرهش والله ما نكره، راني خاصني نحط الطونوبيل وخاصني ندخل مع العمارات. دابا حاليا العمارات مسدودين، نكون ان شاء الله الفرصه تبان شي عماره محلوله، فغنحاولوا نواكبوا معكم الامور ونقربوكم من كل كبيره وصغيره. فهنا السيكتور 5 على اليمين والسيكتور 6 على اليسار. السيكتور 5 على اليمين اللي خاص بالناس ديال دوار الفراجي، وعلى اليسار السيكتور 6 اللي خاص بالناس ديال تماره ديال الملحقه الاداريه الثامنه. ندورو معكم على اللي من هنايا ونشوفوا الامور كيفاش دايره. تحيه لرجال الامن الخاص هنا اللي واقفين وكيردوا البال الامور اش كيفاش هذا. هنا جي اش 5، واحد النقطه مهمه الاخوان اللي عقلتوا معايا، كان واحد الخيط ديال الضو دايز هنا قدامي، راه ما بقاش حيدوه، يعني الاسلاك اللي كانوا كيخدموا بهم هذا. فالامور دابا تقريبا نقدروا نقولوا الحمد لله الامور ناضيه، الامور راه ناضيه، إذ أنه مجموعة من الأسر اللي تسلمات السويرشات ديالها مع بداية هذا الأسبوع، أرقام كبيرة الحمد لله ديال الناس اللي تسلمات الأسر، في انتظار الأرقام تزيد ترتفع أكثر وأكثر. هنا المراقبة ديال النقاط ديال القوات هنايا كيراقبوا الأمور كيفاش غادا، فنتمناو من الله الخير والتيسير للجميع. هنا العمارة 22 محلولة، ولكن غادي يكون فيها شي كونترول، غتكون فيها شي حاجة الإخوان.
غنحاولوا ما امكن فيديوهات اخرى ان شاء الله نصوروا لكم امور اخرى. هذا هو اللي كاين. فهنا جي اش 5 وفي قدامنا من وراء جي اش 5 عندنا جي اش 2 فين بدينا. كنظن راه السيكتور الاخوان لي سيكتور كاملين بديتو كتحفظوهم معانا. طلب ديالي الخوت الله يجازيكم بخير، الناس اللي باقي ما اشتركوش معنا في القناه يشتركوا معنا. والله القسم راه كنحاولوا نديروا واحد المجهودات كبيره باش نقربكم من مجموعه من المعطيات. الله يشهد مني كيفرح الانسان بواحد المعلومه اللي كيكون مسكين محتاج يعرفها، فهذاك هو الربح ديالنا الاخوان. فما تنساوش الاشتراك ديالكم البارطاج ديالكم، لان الاشتراك ديالكم والتفاعل ديالكم كيحفزنا اننا نزيدو نعطيو اكثر. هنا جي اش 6 كما كتشوفوا معايا الاخوان، جي اش 6 خدامه فيها عمليه الاسفلت. راني بغيت نقربكم ولكن غنشوف، ما عنديش منين ندوز هنايا، فهمتوا؟ هذا هو اللي كاين. ولكن ان شاء الله في الفيديوهات الجايين غادي نقربكم من مجموعه من الامور. كونوا هانين الخوت، ندير معكم فوق الجاد ان شاء الله. هنا الجي اش 6 كتشملوا عمليه الاسفلت، يعني الامور راها موجوده ان شاء الله. هنا الجعاب عاوتاني ما عنديش منين ندور. فاللي كنبغي ناكد عليه، انا غادي ندخل لكم مع الدوبل فوا بالعكس وغادي نقربكم ان شاء الله. دابا حاليا جي اش 6 خدامين في العمليه ديال الجاردينج، عمليه الاسفلت داز. شنو غيبقى لهم دابا؟ قدام البيبان ديال العمارات واحد الرخامه كتكون صغيره كيقادوها على الباب تما. وشنو اخر؟ العمليه ديال الجاردينج. شنو اخر؟ والنظافه. صافي غتكون الامور مزيانه. انتم الغرسه الاخوان هو هنايا. بالنسبه على اليسار ديال السيكتور 3 وعلي من سيكتور 6، وامتى كندخلوا في السبعه وكندخلوا في الربعه؟ السبعه راه جا من ورا 6 والربعه جا من ورا 3. وركزوا معايا الاخوان، ها انتم ملي كتجيو لهذا مفترق الطرق، هذا مفترق الطرق. انا يا ريت كون خلاو هذه حتى هي محلوله، انا دابا خصك تهبط حتى لتحت. هاد البلاصه هذه 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 على اليمين، هذه على اليمين هي كتفرق بين 6 و 7. هذه هي اللي كتفرق بين 6 و 7. صافي الاخوان، جيت السيكتور 6 و 7 و 8. صافي الاشغال مشات بواحد الشكل مهم. كذلك هنايا الربعه الاخوان هو هذا، الربعه الاخوان هو هذا. كنظن 1 2 3 4 5 هما العمارات اللي في اليسار ديالي، ولكن راه مسدودين الخوت. هذا هو اللي كاين، العمارات راهم مسدودين. فغادي نستمر معكم ان شاء الله. هذا هو السيكتور 7. السيكتور 7 عنده الاخوان واحد الفصاله ديال واحد الحوانت في شي شكل، واحد الحوانت جاو داخلين شي شويه بحال شي زنيقه. غتدخل غتلقى الحانوت تما. نقطه مهمه كذلك. هنا عندنا السيكتور 8 عندهم واحد الزنيقه تاع الاخوان هنا بحال شي قيصاري، غيكون عندها شي زناقي صغار. هذا هو اللي كاين، هذا هو السيكتور 8 الخوت. والنقطه اللي بغيت ناكد عليها، النقطه اللي بغيت ناكد عليها الله يجازيكم بخير، هنا غتكون عندنا واحد الثانويه، مدرسه ثانويه، وغيكون عندنا سبيطار، سبيطار مستشفى، وغتكون عندنا ثانويه، وغيكون عندنا مسجد، مجموعه من المرافق اللي غتبعوها معنا ان شاء الله في مشروع الرياحين واللي غادي نواكبوه معكم لحظه بلحظه. هنا السيكتور 9 هنا السيكتور 9 كما كتوضح الصوره. هذا هو السيكتور 9 اللي في اليمين ديالي، واللي في اليسار الاربعه، واللي فوق الاربعه الثلاثه، واللي على اليسار ديالي مني غادي نتقاد مع الطريق 8، ومن فوق 8 7 و 6 الفوق جي اش 6. فكنشوفوا السيكتور 8 حتى هو غادي في اشغال مهمه. هنا كنشوف واحد الفصاله، لا ربما السيكتور 8 غتكون فيه شي اضافه للاخوان. هذا هو اللي كاين، غنحاول نقربكم ان شاء الله منه عما قريب، عما قريب ان شاء الله. فغادي نستمروا معكم. هنايا السيكتور 4 هو هذا اللي في اليمين ديالنا، وهذا اللي قدامنا السيكتور 3. غادي نهبطوا من هنا الاخوان بين الربعة والثلاثة، بين الربعة والثلاثة، باش تشوفوا معنا الامور كيفاش دايره والمسائل كيفاش غادا ان شاء الله. فكما كتشوفوا معنا، كما كتشوفوا معنا الاخوان، السيكتور 4 حتى هو هنايا كنشوفوا المراقبه القوات هنا، المسائل كيفاش غاديه تشطاب هنا في الجناب النطواياج. الامور غادا الحمد لله. بدايه تركيب الاعمده الكهربائيه، هنا كنشوفوا الاعمده الكهربائيه هي جات الاخوان بداو خدامين عليها. فيعني راه المساله مساله وقت فقط، ان شاء الله غتكون الامور ان شاء الله عما قريب غتخرج الارض لوجودها. الاعمده الكهربائيه بدات. نتلاقاو في فيديو جديد وان شاء الله غنصور لكم الشقق باذن الله. تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.